وهنا بدأت دروس ثالثة ثانوي، ودي كانت تعتبر بالنسبة لي أطول سنة في الحياة. حضرت كأي طالب منتظم دروس ثالثة ثانوي وكنت ماشي بشكل كويس يعتبر، لغاية ما جيت في شهر 12 لقيت إن أنا في حاجات كتيرة مش مذاكرها، الدنيا مش ماشية، الدنيا بتقع والكلام ده كله، بس كنت مكمل على أساس إن ممكن أي حاجة تحصل تساعدني إن أنا أعرف ألم الدنيا ديت، وقد كان. فحصل اللي هو الحظر الكبير بتاع الوباء. اوكي، المدرسين اجلوا كل الدروس بتاعتنا اسبوعين وقالوا ان احنا نرجع تاني بعد الحظر، ومفيش تقريبا غير المدرس المسؤول الوحيد هو اللي شغال، والمفترض ان احنا هنستغل الفتره ديت علشان نراجع على المواد والحاجات اللي وقع مننا، وده عن نفس اللي انا هعمله يعني. بس بعد كده اكتشفت انها تعتبر احسن حاجه حصلت، وعرفت الم بيها الدنيا وجبت مجموع حلو.